السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الدرس الجديد اللي هنشرح فيه الشابتر ديال لي فونكسيون إيسونسيال ديال لونتربريز في الدرس ديال المانجمنت الخاص بالسمستر أن. دونك غادي نكملوا الشرح ديال المادة ديال المانجمنت السمستر ها أن بهذا الفيديو إن شاء الله. لي فونكسيون إيسونسيال دو لونتربريز، لي ديفيرون فونكسيون دو لونتربريز سون، شنو هما لي فونكسيون ايسونسييل ديال لونتربريز، يعني هادوك الوظائف ولا المهام اللي كيكونوا في لونتربريز. هاد لونتربريز قلنا انها واحد الاورغانيزاسيون كتكون من دي زيليمون وكتكون من دي فونكسيون. حنا بغينا نعرفوا دابا شنو هما لي فونكسيون اللي كاينين في لونتربريز، بحال عبارة اخرى شنو هما هادوك لي سيكسيون اللي كاينين في لونتربريز، شنو هما هاد المهام اللي كاينين في لونتربريز. قلنا بان حنا كنشوفوا الايسونسييل، يعني شي حاجه المهمه الاساسيه. دونك بالنسبه لي فونكسيون ايسونسييل دو لونتربريز، اول فونكسيون هي لا فونكسيون دو ديريكسيون، الوظيفه ولا المهام ديال الاداره، لا ديريكسيون سي ليليمون ديناميك دو لونتربريز، يعني هو واحد العضو اللي هو مهم جدا في لونتربريز هو لا ديريكسيون. يعني ما يمكنش ان واحد لونتربريز تكون بلا ديريكسيون، لا ديريكسيون راه كدير كلشي. شنو هما هاد لي فونكسيون اللي كدير لونتربريز؟ شنو هو لو رول ديال لا ديريكسيون؟ شنو هو الدور ديال هاد لا فونكسيون ديال ديريكسيون؟ انها كدير بريفوار، يعني كدير لي بريفيزيون. شنو البريفيزيون؟ يعني كدير لنا التوقعات، تتوقع الفيوتشر ديال لونتربريز كيفاش داير. باش دير التوقعات راه ضروري كدير لا بلانيفيكاسيون، كيديروا لا فيكساسيون دو زوبجيكتيف، يعني كدير داك المخططات، كتوضع الاهداف اللي خصهم يتحققوا اكسيتيرا. كدير لنا اورغانيزاسيون، شنو اورغانيزاسيون؟ يعني التنظيم، يعني تحاول لينا تنظم لينا لي طاش، تنظم لينا العمل في لونتربريز. كدير كوموند، يعني الكوموندمون، يعني كتعطي الاوامر، يعني انت دير هادي، انت ما ديرش هادي، انت دير هادي، انت دير هادي. هذا هو الدور ديال الاداره. الاداره هي راك اللي كتحكم، هي اللي كدير، يعني جيغي، يعني كدير لنا تعطي الاوامر. كوردوني يعني كتنسق، كدير التنسيق بين المهام الاخرين، لي فونكسيون الاخرين، كدير واحد التنسيق بيناتهم، التنسيق ديال العمل اكسيتيرا. كدير لو كونترول، يعني كدير المراقبه، لا ديريكسيون كدير المراقبه ديال لي طاش في لونتربريز، دوك العمل في لونتربريز ولي فونكسيون الاخرين في لونتربريز كدير لهم لو كونترول. دابا هذا هو لا فونكسيون ديريكسيون، هي واحد لا فونكسيون تري امبورطون في لونتربريز اللي كدير لنا قلنا لا بريفيزيون، لورغانيزاسيون، لو كوموندمون، لو كوردوناسيون، اي انفان لو كونترول. نشوفوا لا فونكسيون الثانيه هي لا فونكسيون فينونسيير، الوظيفه الماليه او المهام الماليه. Son rôle consiste à mettre en œuvre les capitaux. يعني الدور ديالها انها كدير لينا كتستعملنا هاد لي كابيتو، ميت اون اوفر لي كابيتو، يعني الوظيفه ديالها كتكمل في المال، في الفلوس، استعمال ديال الفلوس، رؤوس الاموال. ستادير شنو كدير؟ كتكوليكتي لي فون او لي شيرشون، يعني كتجمع الفلوس لي فون وكتقلب عليهم، يعني كتقلب على هاد الفلوس. مثلا لي ديت اكسيغا، تمشي تقلب تسلفو لي ديت، مثلا شي حاجه بغينا نستثمرو، بغينا نشري شي حاجه. المهم هادي هي الوظيفه فينونسيير. امبلوي لي فون اون لي افيكتون او ديفيرون امبلوي بوسيبل، يعني اش كدير؟ ان هاد لي فون اللي جمعاتهم ولا مثلا تسلفات واحد لي ديت، دونك شنو كدير؟ كتوظفهم، كتوظفهم باش تفرقهم على لي ديفيرون امبلوي بوسيبل، يعني جميع الحاجات الممكنه. هاد الفلوس يمشيو مثلا هنا، هاد الفلوس يمشيو للصالير ديال العمال، هاد الفلوس نشرب بهم لي ماتيغ بومييغ، هاد الفلوس نشرب بهم هادي، يعني كتوظف لينا دوك الفلوس اللي عندنا اللي كتجيب. اوسي كدير لنا جيغي لي فون باغ ان انسومبل دي تاش دو ديسيزيون اي دي تاش ديكسيكيسيون، يعني هاد لي فون اللي كتفرقهم كدير لهم لا جيستيون. كيفاش لا جيستيون؟ واحد لونسومبل دي تاش دو ديسيزيون خاصه بالمهام ديال القرارات، اي دي تاش ديكسيكسيون والمهام ديال التطبيق. دونك كدير لنا لي جيستيون ديال هاد لي فون، كنستعملوهم بواحد الطريقه اللي هي ايفيكاس، كل حاجه كتمشي لبلاصتها. شوفوا لا فونكسيون تروازيام فونكسيون هي لا فونكسيون سوسيال، او الوظيفه الاجتماعيه. لا فونكسيون سوسيال سانتيريس او بيرسونيل دو لونتربريز، هاد المهام ولا هاد الوظيفه سوسيال كتخص غير الموظفين ديال لونتربريز، يعني العمال لي سالاري دو لونتربريز، هادوك لي زومبلويي دو لونتربريز. دون لو كادر دي ريسورس ايمان، يعني كتشوف لينا الحوايج اللي كيهمو العمال ديال لونتربريز، لي سالاري مثلا
التغطية الصحية ديالهم، مثلا الضمان الاجتماعي، مثلا لي صالير ديالهم، اي حاجة كتخص العمال كتخص هذه. شوفوا من بعد لا فونكسيون ابروفيزيونمون، يعني ابروفيزيونمون هي الكوميرسيال اشا، يعني الوظيفة اللي عندها علاقة بلي زاشا. سون رول كونسيست ا لا رياليزاسيون دي زاشا بار لا ريشيرش دي فورنيسور، يعني كدير لينا لي زاشا، هذوك العمليه ديال الشراء هي اللي كديرهم. شنو كدير؟ كتقلب لينا على الفورنيسور، دوك الناس اللي كنشرو من عندهم، لا ديتيرميناسيون دو برودوي ا كوموندي، وكتحدد لينا السلع اللي خصنا نشرو، لا باساسيون دي كوموند، كدير عاوتاني هذوك لو كوموند، كتراقب الكوموند، يعني كتوصل الكوموند حتى يوصلوا لونتربريز، وقد تبعوا حتى يوصلوا لنا لونتربريز. لا باساسيون دي كوموند اي لو سويفي دون لور اكزيكيسيون، يعني كتبع هذا الكوموند هذا حتى يوصل l'entreprise et la réception de commandes et leur contrôle. يعني كتستقبل هذوك لي كوموند وكدير لهم لو كونترول، يعني دونك هذه هي الرياليزاسيون. يعني هذه الوظيفه هذه اش كدير؟ قلنا كدير لنا العمليه ديال الشراء، شنو كتقلب على الفورنيسور، كدير عمليه ديال اختيار السلعه اللي خاصنا نشرو، كتبع العمليه ديال الشراء، يعني من هذوك البرودوي كيجيو من عند الفورنيسور حتى لونتربريز، تتبع ديك المراحل كلشي وكتستقبلهم، وكدير حتى لي كونترول ديال هاد لي برودوي. مثلا اللي يكون شي برودوي اللي هو نون كونفورمي مثلا، ولا فيه شي ديفو ولا شي حاجه، راه كتشوف. كدير لنا ايضا لا جيستيون دو ستوك باغ لا جيستيون دي ماغازا اي جيستيون ايكونوميك دي ستوك، كدير لنا التدبير ديال المخزون، هاد المخزن لي ستوك، يعني هاد البرودوي ولا هاد المارشانديز ولا ماتيغ بخومييغ ولا هاديك اللي كنشرو، كدير لهم لا جيستيون، يعني كتمشي تحطهم في ستوك وفي لا في المغازا، كتراقبهم، يعني هادي دخلات هادي خرجات هادي تباعات هادي استعملناها هنا، يعني كدير على حساب داكشي ديال لي ستوك. شوفوا دابا الفونكسيون الاخرى المواليه ديال لا فونكسيون تكنيك. لا فونكسيون تكنيك او الوظيفه التقنيه المهم ديالها شنو كيكون فيها؟ لا ريباراسيون دو ترافاي، يعني كدير لينا مثلا بريباري لينا الترافاي ولا كتغيباري لو ترافاي، كيفاش هاد الترافاي خصو يكون في لونتربريز. كدير ليكزيكيسيون دو ترافاي، التطبيق ديال العمل، كيفاش هاد العمل خصو يطبق. كدير الكونترول تكنيك، يعني الوظيفه ديالها تدير المراقبه التقنيه. كدير لنا لونتروتيان اي لا سيكوريتي، كدير لونتروتيان اي سيكوريتي، يعني كدير لنا داك الصيانه، وكدير لنا ايضا الامن. ممكن ان ندخلو هنايا لا فونكسيون دو برودكسيون في لا فونكسيون تكنيك، يعني ان فونكسيون دو برودكسيون راه داخله في لا فونكسيون تكنيك اللي يدخلها، وكاين اللي كيديرها بوحدها. المهم لا فونكسيون دو برودكسيون الدور ديالها ان كدير لنا داك التنظيم ديال لا برودكسيون في لونتربريز، هاد الانتاج ديال لونتربريز كيفاش كيدار. مثلا كتنظم لينا، مثلا تشوف لينا دوك لي ماشين اللي كنخدمو بيهم، كيفاش كتنظم فينا العمل ديال العمال، كل واحد شنو خاصو يدير في الاطار ديال هذيك لا برودكسيون، دونك كتسهل لينا هاد لا برودكسيون ديال لونتربريز كيفاش خاصها تكون. هذا هو الدور ديال لا فونكسيون دو برودكسيون. اونفان اخر فونكسيون نشوفو هي لا فونكسيون كوميرسيال، اللي هي كوميرسيال فونت، يعني الفونت. فونكسيون ابروفيزيونمون كتخص بالشراء، ولا فونكسيون كوميرسيال كتخص بالبيع. دونك لا فونكسيون كوميرسيال شنو الدور ديالها؟ هو لا كونيسونس دي مارشي، يعني انك كتعرف على لو مارشي اللي غادي نبيعو فيه هاد لو برودوي ديالنا ديال لونتربريز، سادير لوتيود دي مارشي بور كونيتر لي شوا دو كليون لي بري اكسيتيرا. يعني كدير واحد لوتيود دي مارشي، كدير واحد الدراسه ديال لو مارشي باش تعرف شنو هما هاد لو مارشي، كيفاش داير، شنو هما لي كونكيرون ديالنا، المنافسين ديالنا، كيفاش دايرين لي برودوي ديال المنافسين ديالنا، شنو هما لي شوا ديال لي كليون، لي شوا ديال هاد الكونسوماتور، شنو كيبغيو يستهلكو، شنو ما كيبغيوش يستهلكو، لي بري كيفاش دايرين في هاد لو مارشي، لي بري ديال لي كونكيرون ديالنا كيفاش دايرين هاد لي بري، باش نقدرو هاد البرودوي ديالنا نعرفو كيفاش نسوقوه في لو مارشي. اونفا كدير ايتابليغ لي فونت اي لي سيرفيس ابري لو فونت، وهاد سيرفيس كوميرسيال ولا فونكسيون كوميرسيال كدير لنا العمليه ديال البيع، وكدير لي سيرفيس ابري فونت. شنو هما لي سيرفيس ابري فونت؟ بحال داكشي ديال الترونسبور، المانتونونس اكسيتيرا، يعني التتبع ديال لو بري ما بعد البيع. دونك هادشي اللي عندنا في هاد الشابتر ديال لي فونكسيون ايسونسيال ديال لونتربريز. قلنا انهم لا فونكسيون دو ديريكسيون اللي هي فونكسيون تري امبورطون في لونتربريز، وكاين لا فونكسيون فينونسيير اللي كتهم شنو الدور ديالها، هو انها كتشوف لينا هاد الفلوس ديال لونتربريز كتجيبهم وكتستعملهم في الصالح ديال لونتربريز، وكتعرف تفرق
كل حاجة فين كتمشي كاين اودان لا فونكسيون سوسيال لي كتختص بالبيرسونال ديال لونتربريز وكاين لا فونكسيون ابروفيزيونمون لي كتختص بالشراء بالنسبه لونتربريز كاين لا فونكسيون كوميرسيال لي كدير لينا لي فونت بالنسبه لونتربريز وكاين لا فونكسيون تكنيك لي كتهتم بكل ما هو تقني في لونتربريز وقلنا ممكن ان ندخلوا فيها لا فونكسيون برودكسيون لي كتهتم بالانتاج ديال لونتربريز سواء كان بيان سواء كان سيرفيس. نتمنى انكم فهمتوا الشرح ديالي اليوم وللقاء في شرح مقبل بإذن الله تعالى.